ماشي لا ماراثون ديال التحديات يسمح لي من امانه الرموز التوجيه للمدينه الصاد التحديات ب 54 ساعه اللي كانت كافيك خدمت مع التحدي الثاني لعب الماراثونات لعب الماراثون الرباط ما نتفرجش واللي حتى اللي دابا صعيب باش تلعب الماراثون التحدي اللي درت اخر هو رمضان اللي داز اللي قطعت 50 كيلومتر وانا صايم يعني درت واحد الدرجه وارتباته في العالم العربي باش تكون صايم وتقطع 50 كيلومتر في 4 ساعة ونص بلوش غندوي الماراثون جي بوكو دو اكسبيريونس وانا هو اول عداء اللي مثل عماله الدار البيضاء في الماراثون في 88 مثل عماله سيد البرموسي ب 88 لو ماراثون ايريليك وانا من ذلك الوقت وانا باقي مجري ومازال مجري وتنشكر الناس اللي عاونونا واللي ساعدونا ودوروا معنا شويه الفلوس وتنهدي واحد التحيه للعائله ديال منصر اللي وقفوا معايا ومشيت عندهم ما رجعوش ليا وتنشكر الاخوه اللي تيتواجدوا عاوتاني تنقولوا بمدينه الصاد اللي مساندينني شويه بقات جري واقفين معايا والناس الاصدقاء ديولي تما تيقول لي سعيد ما خصكش تقطع وبهذه المناسبه ديال عيد العرس هاك اخويا سعيد هاك اخويا سعيد بهذه المناسبه ديال عيد العرس بهذه المناسبه ديال عيد العرس كيتين هدي الملك هاد 170 كيلومتر اللي بغيت نتحداها في 28 ساعه من اصعب التحديات باش تقطع 170 كيلومتر في 28 ساعه وتنطلب من عند الله باش تساعدوني وتنطلب من عند الله باش يحق لي هاد الحلم اللي غنديرو اليوم اخوان وقت الى انطلاقه كاين الناس في الصطاد خصني نتعود ديالي في الصطاد دعوا معايا الله يسهل عليك الله يسهل عليك سعيد الوالده حنانه ديال سعيد هذه خليها لك تكون سعيد بقى الدار يوم سعيد الله يعاونك الله يوفقك اخويا سعيد الله يوفقك الله يحفظك الله يعاونك سعيد ودعاء ان شاء الله سير ما يكون الخير ايوه